فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز لي أن أكذب على المتصدق عليه وأقول إن هذه الصدقة ليست من عندي وإنما من شخص آخر؟ كل هذا من شخص، لا تقول آخر، قل هذه من شخص، أنت شخص يعني، هو يبي يتوهم أنه من شخص آخر، وأنت ما كذبت في هذا، أنت شخص. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.